للمزيد ينضم لنا الآن من جنين مراسلنا فراس لطفي. فراس، أهلا بك. لو تطلعنا على آخر التطورات، ما الذي يحدث الآن في المخيم مع تناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بدء المرحلة الثانية من هذه العملية؟ نعم، المرحلة الثانية بالفعل بدأت. هناك تحرك لآليات بشكل نشط باتجاه المخيم رغم وجود أعداد كبيرة منها في متوغلة داخل المخيم. الاشتباكات لا تزال مستمرة، أصوات الانفجارات كما تسمعونها مستمرة داخل المخيم، والبيانات التي تخرج من الفصائل المسلحة داخل المخيم تقول بأنها تواجه بشراسة القوات الإسرائيلية المقتحمة وتوقع خسائر في صفوفها، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلن في بيان أن هناك وقوع لإصابات أو قتلى في صفوفه، لكن حتى الآن ما نسمعه هو وجود انفجارات كبيرة إما ناتجة عن عبوات ناسفة وإما أنها قصف من طائرات مسيرة محملة بصواريخ يعني مضادة للدروع. هذا الذي نشاهده الآن هو المدخل الشرقي لمخيم جنين، حيث يتواجد عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية المحاصرة للمخيم بشكل مطبق والمعزول تماما عن محيطه، ولا يستطيع أحد الخروج منه. يوم أمس داليا كان هناك نزوح عدد كبير من المواطنين من المدنيين، معظمهم كما شاهدناهم كانوا من النساء والأطفال، خرجوا من داخل المخيم إلى يعني مآوي تم تخصيصها من بمبادرات خاصة وشخصية من السكان هنا أو مؤسسات. الجيش الإسرائيلي لا يزال يطلق النار، المسيرات لا تبرح سماء المخيم، حركة نشطة، دفع بآليات عسكرية وتعزيزات وجرافات كبيرة إلى داخل المخيم. يقول الجيش الإسرائيلي بأن هناك أهداف لا تزال قائمة ويريد الوصول إليها. من بين الأهداف هذه محاولة الوصول لأكبر عدد ممكن من المسلحين الفلسطينيين، والذي يتحدث عن عدد يتجاوز 300 مسلح داخل مخيم جنين. هؤلاء المسلحين كما يقول الجيش الإسرائيلي يريد أن يقلل ويقضي على أي إمكانية لنشاطات لها خارج حدود المخيم، ويتحدث هنا عن العمليات العسكرية أو عمليات إطلاق النار ضد أهداف إسرائيلية التي كانت تخرج للمخيم. إضافة طبعا داليا إلى موضوع نزع صفة المأوى عن المخيم، الذي تقول مصادر إسرائيلية بأنه أصبح مأوى لكل المسلحين سواء من جنين أو من غير جنين، وبالتالي هو يريد أن يبقيه بابا مفتوحا يستطيع الدخول والخروج منه متى شاء. وهذا هو أحد أهم أسباب هذه العملية، إلى جانب طبعا موضوع القضاء على القدرات القتالية وتصنيع العبوات الناسفة والعبوات المتفجرة. نعم، إذا كنت استمعت إلى هذا الصوت، الانفجار الكبير، هذه الأصوات مستمرة منذ يوم أمس رغم دخول العملية في مرحلتها الثانية، ورغم الحديث عن أن الجيش الإسرائيلي يريد فقط سويعات للانتهاء من الأهداف، إلا أن هذا غير مرتبط بالزمن حقيقة. العملية مرتبطة بتحقيق الأهداف أكثر منه بزمن محدد، والمصادر السياسية والعسكرية ترى بأن هناك عمل بشكل مريح بالنسبة لهم طالما أن البيانات الإدانة تقف عند هذا الحد ولا تتجاوز الإدانة والشعور بالقلق إذا صح التعبير. وبالتالي الجيش الإسرائيلي يرى بأن هذه فرصة له ليستمر في هذه العملية وليتوغل أكثر داخل المخيم. تفضل بقى معنا فراس، ينضم لنا الآن من القدس مراسلنا نضال كنعان. نضال، أهلا بك معنا. وبالتالي في ظل هذا المشهد تطرح تساؤلات، هل حققت هذه العملية العسكرية الإسرائيلية حتى اللحظة أهدافها، وإلى متى ستمتد، وماذا في التصريحات الرسمية بشأن هذا التوغل الإسرائيلي في مخيم جنين؟
نعم دالي، عمليا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي والناطق بلسان الجيش أجاب على هذا التساؤل. مستشار الأمن القومي قال بأن هذه العملية اقتربت من تحقيق أهدافها التكتيكية، والناطق بلسان الجيش قال بأن هنالك فقط 10 أهداف متبقية يحاول الجيش الوصول إليها. هذه الأهداف هي مخازن أو ورش لتصنيع المتفجرات أو مخازن الأسلحة. هذه الأهداف وفقا للناطق بلسان الجيش تقع في مركز مخيم جنين، والقوات الإسرائيلية تعمل هناك، وقال بأنه لا يوجد مكان في المخيم لم تصل إليه القوات الإسرائيلية. وبالتالي التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العملية في طريقها للنهاية، هي مسألة ساعات فقط. والسؤال المطروح هو كيف ستنهي إسرائيل هذه العملية طالما أن هنالك أهداف سياسية أيضا وليست أهداف عسكرية فقط. فالمستوى السياسي يريد صورة نصر ربما تهدئ من الشارع الإسرائيلي وتعطي اليمين المتطرف الإسرائيلي ما يرضيه، وبالتالي تحقق مكسب سياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على العموم نتنياهو سيجري بعد قليل مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، مع وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان، رئيس الشباك، الاستخبارات العسكرية وباقي قادة الأجهزة الأمنية، من أجل اتخاذ القرار حول استمرار هذه العملية العسكرية. مثل هذه المشاورات كانت تجري منذ فجر الأمس تقريبا كل عدة ساعات، تتم إعادة التقييم للأوضاع الأمنية وبالتالي يتخذ القرار حولها. من المفترض كما قلت وفقا للتقديرات ووفقا للتصريحات من مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن المسألة مسألة ساعات فقط. شكرا لك من القدس مراسلنا نضال كنعنة، والشكر موصول أيضا لمراسلنا فراس لطفي كان معنا من جنين.